الخطيب اللي كان مصمم عليها. بس دي ظاهره غريبه. يعني كان في يعني حتى امبارح احنا بنصوت في اللجنه مصر ان هي مصر ان هي تحط الثمان سنين. طب فانا حتى ساعتها لو تفتكر انا قلت له انت هتحط حاجه احنا كنا بنقول ان هي مش صحيحه. قال لي عشان قلت له ما فيش حاجه اسمها عشان الناس ايه بعتها لك بتقول لك ما ينفعش. وفي نفس الوقت احنا برضو بندي احنا خلي بالكم يا جماعه احنا الغرض بالكلام ده كله من قوي دور الجمعيه العموميه. بندي دور للجمعيه العموميه انها تحدد مستقبل النادي، تشارك في صنع القرار. يعني النهارده لما الجمعيه العموميه بتقول انا عايزه كذا وكذا وكذا، تعرض على الجمعيه العموميه، ده يعرض على الجمعيه العموميه، انت بتعظم دور الجمعيه العموميه. صحيح. ما بتقللش منه. حتى موضوع انشاء الشركات والحصه الحاكمه اللي هتكون ملك النادي الاهلي وما الى ذلك كله انت بتعظم دور الجمعيه العموميه. طبعا. وده طبعا حاجه المفروض العضو يبقى سعيد بيها. يعني ممكن بخبرتك الماليه والاقتصاديه الكبيره وانت الحقيقه يعني خبرات عريضه يا استاذ خالد في هذا المجال، ممكن الاهلي يعظم موارده ازاي عن طريق فكره الشركات والانشاء يعني؟ بالاضافه لفكره شركه الكوره اللي الناس كلها منتظراها يعني. ايه تاني؟ انت عندك مشاريع كثيره جدا انت ممكن تدخل فيها يعني استاد، مدينه، تدخل في حاجات لها علاقه بالرياضه. يعني عايز اقول لك حاجه، انت لو عملت النهارده كنا لسه بنناقش امبارح وانت كنت معانا برضه. لو قلنا ان احنا عملنا في فرع من الفروع او نقول مستشفى في طب رياضي عظيم، جامعه ممكن طبعا القانون بيعطي الحق طبعا للنادي. بتقول انا عايز اعمل فندق. انت الفندق ده انت ممكن تستقبل فيه فرقك، تستقبل فيه فرق ضيوف، تستثمره. يبقى صحيح. يعني انت عندك مجال منشآت حاجات صناعيه تخص الرياضه، ملابس رياضيه بتاع. انت عندك مجال كبير جدا 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 انت ممكن تدخل فيه بما يخص الرياضه كمان. فانت بتحاول تدور على اي مصدر التمويل بما يليق بالنادي الاهلي. لان طيب. احنا داخلين على العمليه مش النهارده العضو النادي الاهلي بيتمتع بخدمات اجتماعيه اكتر كمان من الرياضيه يعني. صح.